أهلا بحضراتكم مجددا. في الفترة الأخيرة تزايدت مخاوف أسواق المال العالمية بشأن وضع البنوك الأمريكية، خاصة بعد خفض التصنيف الائتماني للعديد منها. ولكن السؤال، لماذا تستمر المخاوف رغم هدوء الاضطرابات التي حدثت في القطاع المصرفي الأمريكي مارس الماضي؟ هذا ما سنتعرف عليه من ضيفنا الكريم الأستاذ محمد أنيس، المحلل الاقتصادي. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ حور. يعني أبدأ معك من حيث سؤال المقدمة، يعني لماذا أسواق المال مستمرة في التخوف من البنوك الأمريكية؟ عظيم جدا. عشان نعرف نجاوب على السؤال ده ونتكلم على الواقع بتاع البنوك الأمريكية تحديدا، لازم نتكلم على أمرين تانيين. أولا نتكلم على تخفيض التصنيف الائتماني اللي حصل لأمريكا كدولة قبل ما نتكلم على البنوك، ودي كانت أول مرة تحصل من 2011. صحيح ان هي اثارها ليست كبيره، لكن تم تخفيض التصنيف لدرجه واحده من تريبل اي لدبل اي بلس للدوله الامريكيه بالكامل. ده له دلاله ذلك يا فندم امرين، سببين اساسيين. السبب الاولاني كانوا بيتكلموا على الجوفرنانس او الحوكمه، ان في مشكله تخص حوكمه الديون الامريكيه. والامر الاخر تخوفهم من استمرار ازمه رفع سقف الدين الامريكي. وبالتالي هما الامرين مرتبطين بالديون السياديه الامريكيه، لكن هما اكدوا ان ما فيش تخوف من ان امريكا لا تلتزم بديونها، ده امر بديهي. لكن هو ده السببين اللي هما تحدثوا عنه. ده الامر الاولاني. الامر الثاني وهو استمرار رفع الفدرال الامريكي لمعدلات الفائده الامريكيه ابتداء من 0.25% من 18 شهر تقريبا وصولا الى 5.5%. الامرين دول هما اللي ليهم أثر على التصنيف بتاع البنوك الأمريكية، وده السبب اللي خلى فيه تخفيض لتصنيف لعشرة بنوك أمريكية. ليه؟ لأن رفع المعدلات الفايدة إلى المستويات المرتفعة الحالية 5.5% بيزيد من تكلفة الأموال لدى البنوك. لأن البنوك ببساطة هو بياخد الفلوس من المودعين ويقرضها إلى مقرضين، وبالتالي تكلفة الأموال اللي بتجيله بترتفع لما بتبقى معدل الفايدة مرتفع. ده أولا. ثانيا أن بشكل تلقائي لما بيحصل تخفيض لأي تصنيف سيادي لدولة ما حتى لو كانت أمريكا، ده بيبقى له أثر على القطاع المالي والمصرفي لديها. ونتج عن ذلك، على الأمرين دول بقى، أن بقى في تخفيض. نتج حصل أمرين. أولا بقى في تخفيض لعشر تصنيف 10 بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة مش كبيرة. ثانيا بقى في تخوفات مرتبطة بالقطاع المصرفي المالي كله، وسؤال عريض كبير، ماذا سيحدث داخل القطاع المصرفي إذا استمرت معدلات الفايدة المرتفعة لعاما قادم؟ وده غالبا هيحصل. ده هيزيد الأعباء على الكثير من البنوك، لأن الأوبتيمم سوليوشن، الحل الأفضل للقطاع المصرفي، هو أن الفايدة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي مثلا، الفايدة تبقى ما بين 1-2%. الفايدة لما تبقى صفرية ده سيء بالنسبة للبنوك، ولما تبقى مرتفعة 5-6% ده أيضا سيء بالنسبة للبنوك. صحيح. طيب ده يخليني أيضا أسأل حضرتك، يعني كيف ستتأثر أسهم البنوك في وول ستريت بهذه التخوفات أو ما يقال عنه خفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك الأمريكية؟ طيب، هو بشكل عام القطاع المصرفي هو القلب النابض لأي اقتصاد، ودايما بنقول كده، وفي دايما في قاعدة، ان لما يبقى القطاع المصرفي سليم اذا اي مشكلات اخرى يمكن ان يواجهها الاقتصاد يمكن ان يتم التعامل معها. اذا اصيب القطاع المصرفي بمشكلة بقى الاقتصاد كله في مهب الريح. وبالتالي ده كده بشكل عام. الموضوع ده يبقى بيزيد اهميته اكتر داخل الاقتصاد الامريكي لسبب اخر، وهو ان البنوك الامريكيه ليها صفات معينه. اولا ان هي منغمسه بشكل كبير في الاستثمار داخل اسواق المال، وبالتالي معرضه للاضطرابات السعريه ups and downs بشكل تلقائي. ثانيا ان البنوك الامريكيه ليست كما البنوك المصرية مثلا، اللي هي البنوك المصرية هي بنوك قومية، يعني بيبقى بنك بيشتغل على مستوى الدولة كلها بالكامل، وليست بنوك قطاعية، لكن هو بنك مصرفي تقليدي. البنوك الأمريكية بيبقى فيها بنوك قطاع إقليمية ممكن تشتغل في أماكن محددة، بنوك خاصة مملوكة للشركات وأفراد، وبنوك موجهة بتشتغل على
امور معينه في بنوك مثلا تشتغل على الانتربرينورز مثلا اللي هم رواد الاعمال فقط او شركات التكنولوجيا فقط، ده ممكن يزيد في بعض المراحل الربحيه لكنه ايضا بيزيد المخاطر في مراحل اخرى. والدليل على ذلك المشكله مثلا اللي حصلت اللي حضرتك ذكرتيها ونوهتي عنها في مارس الماضي لبنكين كانوا متوسطين لكنهم مش صغيرين يعني، كانوا بيشتغلوا 60 و 80 مليار دولار اللي هو بنك فيرست ريبابليك وبنك سيليكون فالي. فده بالنسبه للبنوك الأمريكية. طيب زي ما حضرتك يعني تطرقت في الحديث عن الإدارة الأمريكية ورؤيتك يعني اللي ذكرتها في عجالة عن كيف تدير هذا الأمر، يعني بنرى أن الإدارة الأمريكية بتقول دائما أن القطاع المصرفي قوي، كيف يمكن فهم هذه التناقضات؟ يعني ما نراه بتقوله الإدارة الأمريكية وما نراه من خلال الأسهم على أرض الواقع؟ تمام، عظيم جدا. شوفي حضرتك، اولا هو القطاع المصرفي الامريكي قوي، يعني لو هنقول كلمه في كلمه واحده قوي، قوي بكل تاكيد، لكن هو قوته في الاساس تنبع من امرين، من ان هو قطاع مصرفي للدوله المصدره للعمله الرئيسيه في التداول العالمي عمله الدولار، والامر الاخر الامر الاخر ان الاقتصاد الامريكي اقتصاد قوي حجمه اكتر من ربع الاقتصاد العالمي. طيب اذا حصل مشكله في الامرين دول هيبقى ليها ظلال او هيبقى ليها تاثير على القطاع البنكي الامريكي بكل تاكيد. يعني مثلا احنا بنتكلم دلوقتي عن ان غالبا هيحصل ممكن نقول ما يطلق عليه سوفت لاندنج، يعني فيما يخص الاقتصاد الامريكي، يعني معدلات الفائده بترتفع بشده دلوقتي، التضخم بيقل، لكن من المحتمل ان يحصل ركود تقني، يعني ركود بسيط لمده 6 أشهر ربعين متتاليين. تاثيرات ده على البنوك ده هيبقى سؤال، لانه بيزيد من الاعباء على البنوك، لان البنوك معدلات الفايده مرتفعه فتكلفه الاقراض والاقتراض بالنسبه لها مرتفعه، وفي نفس الوقت لما يحصل ركود يبقى المقرضين هيبقوا مش عايزين ياخدوا فلوس خالص من البنوك حتى لو بتكلفه مرتفعه، فده هيبقى له تاثير على البنوك. ده اولا. الامر الاخر وهو مرتبط بالشق السياسي، امريكا يهمها جدا دلوقتي استراتيجيا على مستوى العالم هو منع تحول الصين الى قوه عظمى، وكل السياسات الاقتصادية الكونية لأمريكا بتصب في هذا الاتجاه. إذن ده هيبقى له تأثير على الشركات الأمريكية اللي بتعمل في الصين اللي غالبا بتبقى واخدة قروض من البنوك الأمريكية. فهنا في هذا العاملين هيبقوا دايما تحت المجهر يعني الفترة القادمة. طيب إزاي حضرتك بتشوف الإجراءات اللي بيتم اتخاذها من قبل البنوك أو الإدارة الأمريكية لإزالة كل هذه التخوفات؟ طيب هو الامر الاهم دلوقتي بالنسبه للاداره الامريكيه سواء كان بنتكلم على الشق السياسي او الشق الاقتصادي هو الامر المرتبط بالتضخم. التضخم في امريكا كان وصل لذروته عند مستوى 9%، ولازم نبقى عارفين ان الاقتصاد الامريكي يبقى غير منضبط لو معدل التضخم فيه ازيد من 2%، وبالتالي الجاب كبير او ما بين 2 و9%. طب الموقف دلوقتي معدلات التضخم انخفضت لي في حدود ال 4%، لكن المستوى اللي هو ما بين 5% الى 2% اللي هو المستهدف ده انا بقول عليه التضخم العنيد، يعني هياخد وقت طويل على ما ينخفض. استهداف هذا التضخم هيبقى له اثار، اولا هيستمر بكل تاكيد معدلات الفايده مرتفعه لفتره من الزمن استهداف هذا التضخم. ثانيا هيبقى ممكن يبقى له اثار سلبيه على بعض القطاعات. اهم هذه القطاعات، كنت لسه هسال حضرتك زي ايه بالظبط؟ اهم هذه القطاعات واخطرها هو قطاع البنوك نظرا لاهميته اللي انا ذكرتها في البدايه. صحيح. لو حصل مشكله اللي هي مشكله كره الثلج، يعني ما تبقاش خاصه ببنك محدد نظرا لسوء إدارة له، لكن لو حصل مشكلة تؤدي إلى كرة ثلج داخل القطاع البنكي كله، ساعتها هيبقى فيه اضطرار للتدخل الفيدرالي من الدولة الأمريكية. أما لو كانت الآثار مرتبطة بسوء إدارة بنوك معينة زي ما حصل في سيليكون فالي وفيرست ريبابليك، وبالتالي سيترك حملة الأسهم لهذه البنوك لتحمل يعني وزر أخطائهم في هذه الإدارة، وبالتالي هيظل العين على القطاع المصرفي داخل أمريكا. مش متوقع أن يحصل يعني انهيارات كبيرة أو يحصل مشاكل كبيرة شبيهة بالأزمة المالية العالمية في 2008، لان القطاع المالي بشكل عام، قطاع البنوك بشكل عام دوليا قبل ما يكون في امريكا اخذ العديد من الاجراءات الاحترازيه حتى لا يتكرر ذلك. فمش متوقع ان ده يحصل، لكن هيفضل ده دايما كونديشن، شرط بتبص عليه، لان هو ممكن اللي يسرع من وتيره
يعني تخفيض معدلات الفايده من قبل الفدرالي الامريكي. لو حصل مشكله داخل القطاع المصرفي هيضطر الفدرالي يخفض، لو ما حصلش مشكله يبقى هياخد المسار بتاعه الى منتهى حتى يصل معدلات الفايده الى المستهدف بتاعه اللي هو 2%. ده كده اقتصاديا وماليا، لكن في شرط اهم وهو شرط سياسي كوني، الا وهو حتى تسحب الولايات المتحده الامريكيه فائض السيوله الدولاريه من كافه دول العالم واهمها الصين. هو ده مربط الفرس. تأثير ذلك وكيف تقيم يعني الإدارة الأمريكية وإدارتها لكل هذه المخاوف، الإجراءات اللي بتتخذها؟ طيب شوفي حضرتك، العنوان في اعتقادي يعني العنوان الرئيسي للسياسة الكونية الولايات المتحدة الأمريكية من 2017 هي كانت منع التحول الصين إلى قوة عظمى. في هذا الإطار العنوان الرئيسي ده بتتخذ كل السياسات الاقتصادية الكونية. والصين بدأت بالفعل، واحنا موجودين مع بعض النهاردة، بدأ ده يظهر على المؤشرات الصينية. صحيح. يعني أولا هنلاقي مثلا أن على مدار 17 شهر متتالي في انخفاض في معدل الاستثمار داخل القطاع العقاري في الصين. صحيح. ده أولا. ثانياً هنلاقي أن في انخفاض في الاستثمار الصناعي لو انتاج الصناعي الصيني في الربعين الماضيين بمعدل 4%. ودول الربعين اللي كان بينظر لهم باهتمام شديد، لأن دول الربعين اللي بعد ما الصين رفعت إجراءات الحظر أو الإجراءات المرتبطة بكورونا آخر 6 أشهر، وبالتالي ما فيش عامل كورونا في الصين. ومع ذلك الانتاج الصناعي قل 4%. الرقم الثالث والأخطر، قد يكون الأخطر، أن حصل انكماش في الأسعار في الصين في الربع الأخير، يعني كسر أقل من 1%. خطورة هذا الأمر إن الصين مفروض إن هي بتتحول من أو بتحاول تنشط السوق المحلي بتاعها عشان يبقى رديف للتصدير، لأن أمريكا بتضايق الصين في الأسواق العالمية، فهم عايزين ينشطوا السوق المحلي عشان يصنع نمو. طب ما هو السوق المحلي بينكمش، الأسعار فيه بتنكمش، يبقى الاستهلاك بيقل. طيب ده هيجبر الصين ببساطة إن هي تنفذ حزم تحفيز اقتصادي، انفاق حكومي مالي، والناس كلها دلوقتي فاهمة يعني ايه حزم تحفيز لان تم تنفيذها في كورونا. طيب ايه المشكلة في حزم تحفيز؟ ان هي مش هتبقى حل، لان بمنتهى البساطة الديون الصينية في القطاعات الثلاثة، سواء كان القطاع الحكومي او القطاع الشركات او القطاع العائلي، نسب الديون فيها ما بين 100% الى 120%، شبيهة بنسب الديون اللي موجودة في أمريكا وأوروبا. إذن فهو يعني ما عندوش روم فور مانوفربيليتي، ما عندوش مساحة للمناورة. هو بالفعل معدلات ديونه مرتفعة، لأنه آخر 15 سنة بعد ما كان ال 15 سنة اللي قبلهم بينمو بالإنيرشيا بالطاقة الطاقة الاقتصادية اللي عنده وبالاستثمارات الأجنبية المباشرة بتروح الصين، آخر 15 سنة أضاف إلى هذه الاستثمارات الديون، يعني كان بينمو كمان بالدين الداخلي. وبالتالي قدرة الدولة الصينية دلوقتي على الحركة ما عادتش كما في السابق، عشان كده هيبقى في تأثير كبير لهذه السياسات الاقتصادية الكونية لأمريكا على النمو الصيني، وده هيأثر على النمو العالمي. طيب حضرتك أيضا تحدثت عن سقف الدين والفائدة الأمريكية، يعني لو نتطرق شوية في الحديث عنهم بالتفصيل، حضرتك بتشوف إلى أي مدى بيضغط ذلك على الأسواق العالمية؟ طبعا بكل تأكيد. شوفي ما هو طبعا أي حاجة بتحصل داخل الاقتصاد الأمريكي بيبقى لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي. أزمة سقف الدين نفكر المصريين بيها تاني كده، هو كان في قانون في أمريكا إن بيبقى في سقف دين للدولة الأمريكية ما تقدرش تتخطاه إلا بموافقة الكونجرس. سقف الدين ده كان في يونيو الماضي 31.4 تريليون دولار، مش مليار، 1000 مليار، 31.4. تم تعليق العمل بسقف الدين ده إلى نهاية العام. المشكلة في هذا الأمر إن أولا، ودي المشكلة الهيكلية الرئيسية داخل الاقتصاد الأمريكي دلوقتي في اعتقادي، إن منذ يعني لو بصينا مثلا على أواسط التسعينات، ودي الحقبة الأفضل للاقتصاد الأمريكي تاريخيا، إن وكان بيحصل فائض في الموازنة مش عجز، في هنلاقي إن معدلات الدين الأمريكية كانت 40% في أواسط السنوات. احنا النهارده معدلات الدين الامريكيه فوق ال 110%. وبالتالي معدل نمو الدين العالمي او الدين الامريكي الداخلي اكبر بكتير جدا من معدل النمو الاقتصادي. وبالتالي دي المشكله الهيكليه، حتما لازم امريكا تعمل تصنع معدل نمو
اكبر من نمو القروض او نمو الديون عندها عشان تخفض النسبه. بيعملوا ده دلوقتي او بيحاولوا ان هم يعملوا ده من خلال اجتذاب الاستثمارات الامريكيه اللي كانت موجوده في الخارج. والشركات الامريكيه بيخرجوها من الصين بيجيبوها رقم واحد داخل امريكا او بيودوها بيودوها الهند والمكسيك كبديل للصين للسبب اللي انا ذكرته في البدايه كاستراتيجيه امريكيه. اخر يعني مثلا في قرارين ننوه عنهم، ان في اغسطس السنه الماضيه كان في امر تنفيذي من رئيس الولايات المتحده الامريكيه باجتذاب يعني بتنفيذ دعم 230 مليار دولار للشركات الامريكيه اللي هتيجي تشتغل في امريكا في قطاع في القطاعات التكنولوجيه. والاغسطس الحالي في امر تنفيذي اخر بيمنع الشركات الامريكيه من ان هي تروح تستثمر في قطاع الاي اي والانفورميشن قطاعات التكنولوجيه والذكاء الاصطناعي داخل الصين. وبالتالي في محاوله لجذب هذه الاستثمارات عشان تضيف الى النمو الامريكي وليس الى الصين. ولو مضطره هذه الشركات ان هي تشتغل في اماكن اخرى لاسباب تخص العماله او المواد الخام وخلافه، ما تبقاش الصين، تبقى الهند وتبقى المكسيك بديل ده بالظبط. الحقيقه يعني نقاش مثمر جدا مع حضرتك استاذ محمد انيس المحلل الاقتصادي. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، ودايما يعني بنسعد بوجود حضرتك معنا يا فندم. شكرا جزيلا لوجودك. مشاهدينا الكرام، يعني الى هنا وصلنا مع حضراتكم الى ختام هذه الحلقه. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعه. كنت معكم فيها انا حور محمد. الى اللقاء.